السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إيه إبراهيم. بناء على طلبكم هنوقف سلسلة الإقفاء الفترة وهنشتغل تصميمات. النهاردة هنعمل خاتم ورقة الشجر، يلا نشوف إزاي. هدخل الصورة باستخدام كيتشر فريم وأظبط مقاسها بسكيل، هخليها 20، ونرسم الأوتلاين. هرسم دايرة مقاس الصباع 18 و4، بعدين هاخد أفصد منها 1.5. زي ما انتوا شايفين ورقة الشجر من نهايتها عدلة وباقي الورقة واخد بند على الصباع. هرفع الخطوط اللي رسمتها دي لنهاية دايرة الأفصد، فهعمل بند من هنا. تعالوا نظبط بقية الخاتم. علشان نربطه بالدبلة من تحت من نص الدايرة هرسم خط. زي ما انتم ملاحظين محتاجين نظبط الخاتم في النص. ونوصل بينه وبين نهاية ورد الشجر بالمنظر ده. هعمل ريبيلد للخط وهظبط شكله شوية. وبعدين هعمل ميرور للخط اللي في النص ده. علشان نوصل الجزء ده لخط الدبلة هعمل اكسترود للدايرة 1.5، وهعمل كيرف اون سيرفس من هنا ونوصله لنهاية الدبل، وبعدين نظبط الخط. من تحت هرسم خط 1.5، وهرسم أرك من هنا لهنا. علشان ما يبقاش فيه كسر في بناء السيرفس هعمل سيرفس على الأرض وهرفعه 3، ونعمل سبلت للخطوط دي. وبعدين جوين وريبيلد. زي ما انتوا شايفين هنا الخطوط مش كلها واخده بند مظبوط على الدايره. طبعا ما ننساش ان الجزء ده من الورقه مش هياخد بند، فهرسم خط من هنا ومن هنا، وهعمل بيس بلت. بعدين هعمل لباقي الخطوط بول على السيرفس. بالمنظر ده. بعدين نعمل جوين. هشيل النقطة دي ودي. هعمل اكسدروت لدايرة مقاس الخاتم علشان اعمل البوردرات.
بعدين هعمل بول على السيرفس. وهعمل لفت بين كل خطين. هنزل الخط ده شوية علشان ورقة الشجر تبقى مايلة لبره شوية كحركة لورقة الشجر بس. وهظبط شكله شوية. هعمل كروس سيكشن هنا وريبيلد على 7 وارفع النقط دي وهنزل دي شوية. وفي الاخر واخد بومبي فهرسم ارك. هعمل سيرفس باستخدام كيرف نتورك وهنا هعمل السيرفس باستخدام سويب. طريقة السويب والنتورك في الحالة دي زي بعض والاتنين ينفع. زي ما انتوا شايفين هنا السيرفس طلع مكسور، فهعمل دوبليكيت للخط ده بعدين ريبيلد. وهرفع النقطة دي شوية علشان يبقى منفوخ اكتر. في الحالة دي مش هتنفع سويب، لازم نتورك بالمنظر ده. هنا برضو في كسرة بسيطة قوي في ورقة الشجر، فهعمل ايزو كيرف في المنتصف وهبني السيرفس بنتورك تاني. وهرفع النقطة دي شوية لحد ما الكسرة تختفي. نيجي هنا بقى البوردر المفروض يبقى مستقيم زي ورقة الشجر. فهاجي من الفرونت وهعمل اوفست للكيرف بتاع الورقة 1.5. بعدين لفت. وهنا نفس الطريق. هنا علشان انا نزلت الخط بتاع الورقة شوية وخط الاوفست داخل على دايرة الخاتم، فهعمل ريبيلد وهرفع النقطة دي شوية بس كده.
هعمل بول لخطوط الجزء ده ولفت منهم علشان نعمل البوردر. زي ما انتوا شايفين ورقة الشجر فيها بتر. هقفل السيرفس بتاع ورقة الشجر دلوقتي وده، وهعمل اوفست سيرفس لباقي السرافس بس. هنا علشان شكله مش حلو هشيل السيرفس وهرسم خط عادل ما بينهم وابني السيرفس تاني. وبعدين افصل كده بقت افضل. سماكة دي بس طلعت بره، فهستخدم سوليد كنترول وهرفع النقطة دي شوية. هعمل الجزء اللي من تحت ده اللي العامل منه بيقدر يوسع الخاتم ويضيقه. هرسم خط واعمل له اوفست 5 وبعدين هرسم خط من الاند للبرد وبعدين روتيت. هنعمل السيرفس باستخدام سويب تو، وهنا مش هتنفع نتورك لان الخطين دول كاملين. نتورك هتحتاج ان احنا نقطع الزيادة. بعدين اوفست سيرفس وفيلت ايدج بالمنظر ده. تعالوا بقى نحط البتر. زي ما انتوا شايفين الباترن بادئه من فوق لحد التخانه دي. من سيرفس التخانه بتاعتي من هنا هعمل بول على السيرفس واخد ايزو كيرف هنا وهنا. ونقطع الزيادات. بعدين نعمل سبلت والجزء ده هعمل منه اوفست سوليد نو 0.3. ليه؟ لاني هعمل بايب في النهاية بتاعته على الحرف بتاعه 0.6. بالمنظر ده. زي ما انتوا شايفين احنا عندنا في الصورة الباترن كاملة، مفيش اي قطع في النص. ودلوقتي احنا عندنا سيرفسين فلازم اخليهم سيرفس واحد. هعمل دوبليكيت بس هنا الايزو كيرف مش هتنجح، فهاخد سيكشن من هنا لهنا علشان اتأكد انه مظبوط. بص الفرق بين الايزو كيرف والسيكشن
وهبني السيرفس. هحط الباترن باستخدام الراينو جولد. لو مش عندك البرنامج ممكن ترسمها على الأرض وترفعها باستخدام سكوش. هستخدم جيلي وهختار باترن قريبة منها. دي تمام بس واسعة، هضيقها شوية. بس كده، وكده احنا خلصنا النهاردة. فضلا وليس أمرا، اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، وقولنا رأيك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.